اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان الجهاز الفني اغلق ملف مباراه الرجاء وانتقل للتركيز في مباراه الاسماعيلي المقبله في مسابقه الدوري الممتاز، لافتا الى ان الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراه بشكل مختلف نظرا لطبيعه المنافسه. واشار عبد الحفيظ الى ان هناك تركيزا شديدا بين اللاعبين من اجل الفوز بكل المباريات، وأن الأهلي يبحث عن تقديم أفضل عروض وتحقيق أفضل النتائج للفوز بالبطولات، وأشاد في الوقت ذاته بأداء اللاعبين خاصة المجموعة التي لا تشارك بشكل أساسي في المباريات وتقدم مستويات طيبة عندما تحصل على الفرصة. وما زلنا مع تصريحات مدير الكرة بالأهلي، حيث نفى ما يتم تداوله عن وجود خلافات تعطل تجديد عقود عبد الله السعيد وأحمد فتحي لاعبي الفريق، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد في ظل التقدير المتبادل بين اللاعبان والنادي، وأن ما يصار عن أرقام مالية بخصوص التجديد غير حقيقي. وأبدى عبد الحفيظ دهشته من طرح بعض الأسماء للاعبين الأجانب للانضمام إلى صفوف الفريق رغم وجود الرباعي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وباكا، فيما أكد أن أي عروض تصل لأي لاعب في الفريق يتم التعامل معها بمنتهى الجدية من خلال لجنة الكرة والجهاز الفني. خاض مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي مع الرجاء التي أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف صباح اليوم الجمعة المران على ملعب التتش بالجزيرة. شارك في المران سعد سمير ومحمد نجيب وصبر رحيل وحسين السيد وعمر بركات ومحمد عبد المنعم. وقضى المران أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. يبدأ علي لطفي الحارس الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مع الفريق غدا بعد التوقيع معه مؤخرا لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ في يناير الجاري قادمة من نادي إنبي. كان حسام البدري المدير الفني للفريق قد قرر قيد لطفي في القائمة الأفريقية هذا العام. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية في الثانية ظهر غدا السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل. وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الجمعة بعد الفوز على فريق الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة العشرين بمسابقة الدوري الممتاز. وجهت ندى عزيز مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الشكر للنادي الأهلي على استقبال حملة مؤسسة الهلال الأحمر بمقر الجزيرة اليوم الجمعة وغدا السبت، وأكدت أن الحملة وجدت تعاونا كبيرا من جانب إدارة الأهلي وأن ذلك ليس بجديد على أكبر نادي في الشرق الأوسط من منطلق دورها الريادي في دعم الرياضة والصحة إلى جانب دورها المجتمعي. وأوضحت مدير الإعلام بالهلال الأحمر المصري أن الحملة تشارك بالعديد من الفرق المتنوعة الخاصة بالإسعافات الأولية والخدمات الطبية وبنك الدم والصحة والسلامة والتغذية وفريق الخدمات الصحية والاجتماعية للمهاجرين والأجانب في مصر. حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على استقبال أطفال نادي أهلي سيناء بقرية الروضة صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر على هامش مشاركتهم في البطولة التنشيطية لكرة اليد والتي يستضيفها نادي الصيد.
وحرص الخطيب على مصافحة أطفال نادي أهل سيناء والبالغ عددهم 20 طفلاً، من بينهم 7 أطفال من أبناء شهداء حادث مسجد الروضة بسيناء. والتقط المجلس صورة تذكارية مع الأطفال في نهاية التكريم. نتابع في التقرير التالي. الشكر الخاص من شمال سيناء كل أهل سيناء للكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي اللي استضافنا النهاردة داخل النادي الأهلي، والأولاد لما عرفوا أنهم هيقابلوا النادي الأهلي ما حدش نام من الفرحة، ما حدش نام، لأنه إحنا نعشق النادي الأهلي، وعلى الاستقبال وكرم الحفاوة النهاردة يعني حاجة رائعة صراحة. وإحنا نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه في الأيام القادمة كل شهر أو كل شهرين يستضيفنا النادي الأهلي علشان الأولاد تتعلم حاجة جديدة في مختلف الأنشطة الرياضية، لأن إحنا محتاجين لكل مجالات الرياضة أن إحنا نتعامل فيها. وأنا بشكر كل من هو دخل الفرحة على أبناء الشهداء النهاردة. وإحنا نادي أهل سيناء اللعب الرياضية مشهر سنة 50 لسنة 2014 بدون أي منشآت، ما عندناش منشآت رياضية نهائيا، وبنلعب دوري ممتاز في كرة الطائرة للعام التالي على التوالي. والسنة دي إن شاء الله الاتحاد المصري، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد اللي لكن له كل تقدير واحترام، على الفور أشركنا في بطولة الجمهورية لكرة اليد التنشيطية اللي مقامة حاليا النهاردة. عندنا 3 مباريات في نادي الشمس، وإحنا سعداء جدا بهذا اللقاء، وصدقني اللحظات دي عمرها ما تتكرر تاني. تحية وتقدير من شمال سيناء عامة، من سيادة المحافظ والمدير عام المديرية وكل شباب شمال سيناء للاستقبال الراقي المحترم اللي تقابلوا به أبناء الشهداء بير العبد الروضة اليوم في زيارة النادي الأهلي، النادي العريق، النادي الجماهيري، النادي المحترم. حقيقة تحية وتقدير لكل العاملين في هذا النادي العريق، من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب إلى أصغر عامل في النادي. تحية وتقدير لقناة الأهلي المحترمة اللي أبرزت هذه الصورة ووضحتها وحتوريها الناس كلهم، استقبال النادي الأهلي العريق لأبناء شهداء الروضة. يعني احنا جايين النهاردة بأبناء شهداء الروضة من خلال نادي، من حب الناس في بير العبد في شمال سيناء للنادي الأهلي وجماهيريته وشعبيته، سمينا النادي أهلي سيناء، يعني يعتبر وليد للنادي العريق أهلي. احنا شاكرين النهاردة على هذا الاستقبال والحفاوة المحترمة والاستقبال الرائع. مبسوط أني موجود، وبحيي كابتن محمود الخطيب، وبحيي النادي الأهلي، وشجع كمان النادي الأهلي. أنا بشكر الكابتن محمود الخطيب، وبشكر كل العاملين في النادي الأهلي، وبنشكر كل لعيبة الأهلي، وإحنا مش قادرين نعبر عن فرحتنا.